مستحيل اعمل لفتي بكل لبنان وما اجي اجرب السمك فيها، لانه هي اصلا يعني كلها على البحر. ابصر كيف بده يكون السمك، ابصر قديش بده يكون زاكي. المهم اندليت على محل اسمه شيماجي. زي ما انتم شايفين شيماجي صار لها 23 سنه بنفس المطعم. المطعم من جوا كله الوان، يعني ما راح تصدقوا قديش حلو المحل من جوا، لانه بتحسوه بيتوتي. صاحبه المحل هي اللي بتطبخ فيه. المشكله احنا طلعنا على الصخره انا وظاهر ونبلينا، كيف ننزل هلا؟ خليكم معي بشوف ما بلبنان. يلا سيدي. من هون كله مزحلق. كنت عارف. المحل ولا احلى منه، بيفتح النفس على البحر وبنته من لا شيء. واللي عم بصير هلا هو لا شيء، لانه هي يعني تركيتني ابلش الحلقه عم تعمل فاتوره. طيب شو الاخبار؟ ايش بدك تعملي لي اليوم؟ رح اعمل لك الكلامار من شوي، رح نشوي لقص كبير. حلو. ايوه. رح نعمل القرايدس المتبل مع توم الكزبره. بس اهم شيء زي ما بيحكوا بالحلقه، اهم شيء اليوم موسم ايش احنا؟ احنا موسم البزري. ايوه حلال عليك. بدك تعملي لي بزر. صحن بزري يحكي حكي يحكي. طيب ايش نبلش اول شيء؟ يلا. طيب احكي بس مرحبا. هيك مرحبا، هي ماجي صاحبة المحل. كيفكم؟ بدك تعملي لي هلا اكثر من نوع طبق بشهي على طريقه ماجي. شي ماجي، مطعم شي ماجي. خليكم معنا بشيف مان بلبنان. طيب ايش بدك تعملي لي اول شيء؟ يلا. رح اعمل لك قريدس متبل مع الكزبره والثوم. انت شايف كيف عم بضحك؟ ايوه خلص اعمل شو ما بدك، انا جاهز، بس احكي لي ايش بدك اساعدك. طب السمك من وين بتجيبيه؟ من الباترون، مطرح ما فيك تجيب سمكك من مطرح ما انت بدك، ما دام تعرف بالسمك، يعني السمكة تبقى طازة مطرح ما بدك. كل يوم بتجيبيها الصبح؟ فيك تجيبها كل يوم الصبح اكيد. اوكي. يعني انت بتجيبيها ولا الصياد بتجيب لك اياها؟ لا انا اكثر السمك انا بحب انا. انت بتروح تنقيه وبتجيبيه على المحل؟ اكثر السمك انا بنقيهم، وفي سمك بطلبهم بيبقى في ناس بيشتغل معهم صيادين. ايه. توثق فيهم اكيد، بتعرف شو بودوا لك. حلو. وبتجيبهم. يا سلام. يا سلام. بنحط ثوم، حطيتي ثوم، ملح، بصل، ايوه، وبنحط رشة ملح وبنضيف هودي. يا سلام يا سلام. كثير حبيت فكرة الفخارة، كثير 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 مش شوي. يعني أنا المتعارف عليه بالفخارة بحطوه دائما بالفرن، بس انا بالنسبه لي كأول مره نستعمل فخاره على الفحم، شيء كثير حلو. غير هيك انا بحكي شغله بس بعد اذنك، يعني غير هيك السمك معروف عنه بلطش بسرعه. اها حلو. على المقلى عم بحكي. نعم. بس بالفخاره عم باخذ وقته. اكيد. يا سلام. اكيد بياخذ وقته، وبس تجي تتنزل بضل سخن. بضل سخن. بضل سخن. بضل بالفخاره. انت بتقدمها بالفخاره؟ انا ما بقدمه بالفخاره، انا بقدم في صحون بقدمها هيك. أيه. في صحون بقدمها. أنا بدي أجربها بالفخارة بصير؟ صح أكيد أكيد، حكيته بالفخارة. أوكي ماشي. أوكي؟ أنت احكي لي أنت بتلاقيها أنت جاهزة عشان نطلع نرفعها. يلا. هي مبدئياً جاهزة؟ خلصت مبدئياً جاهزة. طيب أحملها هيك.
الفخاره هيدي جهزها وحده ثانيه وعيدك مشان غيرك وهيدا صح لا لا هيك الحمال يا سلام هاي هيك بدها صوره واحنا عم نطلع على الاشي الحلو هو لسه بضلها تنطبخ ايوه يا سلام صوت غنائي صوت غنائي هذا صوت غنائي صوت غنان نحكي لها مرحبا للريدس يلا نروح مراحل ماما ماما انت فين ياما دوين يلا مش قادر احكي لك قد ايه زاكية ايوه هي الحركة لها عصرة ليمون هيدي الحركة الصحيحة نعمل هيك ونطول هاي طولها 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 يا سلام على التونة يا سلام شو هالتونة هاي شو هالتونة هيدي التونة بتجيب السمكة التونة بتشيل الحسك عنها وبتشيل الجلد عنها بتموت فيها بتصير أربع فليات هيدي سمكة حلو هي وزنها تقريبا حدود شي 3 كيلو أعطيني أنا 750 حتى الملح اللي عم بتحطيه ملح البحر ملح البحر ملح البحر وهيدا بيجي كتير خشن صحي وصحي يا سلام فلفل أسود ايوه بصل عندك بصل أخضر وعندك رشة البقدونس اوكي وزيت الزيتون نمرقهم ايوه كل الصحن هيك بنمسك أيوة. الملح والفلفل بعدين نحطه على النار هذا شو؟ هاي الأخطبوط طيب تاخذ قسم منه ايه وبتفرم تقطعه يا سلام هذا رح اروح على الفخارة نحط بقلبها توم وزيت ايوه بطلع الصوت يا سلام يا سلام اوكي نعنع او بقدونس اوكي ايوه نرجع نحطه على النار نكمل طبخها على الفحم اعطيني ضربة ليمونة هيك ايوه اعصر يا بلدي طيب تونة مشوية مع بصل وزيت وملح بحري وتوم وتوم وبهار اسود كيف طعم هيك لعبة فيه مش فاهمة مش معقول شو زاكي كتير طرية وشوتيها بوقت قليل وأعطت طعم فلكي هيا حبيتيها كمان لبني بسم الله نرجع نكمل طبخ الاخطبوط ايه ستي هيدا كفيت الاخطبوط هذا ايش هذا هيدا كفيت الاخطبوط ايه لو انت عايز اخطبوط مشوي اختراعين مع مع اي شيء بحري التوم والليمون يعني مش معقول مش معقول بسم الله والله يسلم ايديك يسلم ايديك هاي النية بتعمليها التونه ايش تحطي عليها
جنجر الفريش. ايه زنجبيل. زنجبيل. اوكي. شلون صحن حلو. فلفل حار، اعطيني اقطع لك اياه. خلاص خلاص ماشي ماشي، حق علي بدي اساعدك انا ماشي. هلا في باقي صحنين مهمين جدا اللي هم البزري وايش؟ اللقص المشوي. يا حبيبي لو تشوف اللقص. سمكة لقص. اوكي. بدك تشويها هاي؟ بدنا نشويها. اوكي. عشان نشويها بدك تنظفيها. لازم ننظفها. بدها تنظفها كلها كاملة من الصفر، من الصفر مش منظفة جاهزة. هيها سمكة اللي كان اسمها لقص وصارت اسمها اللقو. لقو عشان رح نصها. اللي فيها شيء هاي السمكة. طيب ما بتدهن، ما بتدهنيها ولا بتعمل فيها شيء ولا اي حاجه، زي ما هي بتحطيها زي ما هي بالملح الخشن. يا سلام على الاويستر، من اهم انواع الاكل البحري واكثريته فايده واغلاه. حامض وجحي وفوائد وزي العسل. وزي العسل. وشو هذا؟ طيب. شو هذا؟ طب هذا ليش ما تعطيه للزبونه اللي برا؟ تعطيه للزبونه، مش طلبت بزري؟ روح طعميها. طعميها هي. انا ضايفه اياها. هي البزري اللي حكيتكم عنها. انجوي. صحتين وعافية، لأنه هلا موسمه لازم هلا أجرب. هلا ضل أنا أجرب البزري، أنا جاهز البزري الثاني. بتاكل لحاله كامل، ممكن يكون أذكى شيء ممكن تجربوه بحياتكم البزري. نعمل زي هيك. ولا في أزكى من أكل البحر، ولا في أفيد من أكل البحر. هلأ ضايل أهم إشي، أهم سمكة، سمكة اللؤز. هي عم شويها، عم بتخلصها، طلعها من النار، قطع فيها لبرا. أورجيكم القعدة عند شي ماجي قديه حلوة، خليكم معي. نطلع فيها لبرا عشان أورجيكم كيف الأكل تاكل بطريقة صح. ايش في احلى من هيك؟ ايش في احلى من هيك؟ ايش في؟ مش معقول. افتحها من هون، شوف كيف السمكه مستويه كامل كامل مستوي. طبعا السمكه زي النار، وفعلا ما بتحتاج لا ليمون ولا شيء. طعم السمكه لحالها ذات. لازم تيجوا على شي ماجي، لازم تشوفوها وهي بتطبخ وهي ماسك المحل وهي بتعمل الأكل، تحسك فيه من أول ما تدخل من الباب. بتشوف الصور، بتشوف المزهريات، بتشوف الطاولات، بتشوف البحر، بتشوف يعني مش إشي يعني ممكن ما تحبه بس بتعشقه. ما بقدر أحكي لكم قديش مشاعري متحركة من حلقة اليوم، لأنها عن جد حلقة كتير حلوة وفيها يعني شغلات واحد بتعلمها. دائما الاكل اللي فيه عائله دائما اطيب واذكى ولذ.
بشوفكم حلقات جديدة بشيف مان بلبنان. أنا تيمور موج. كثير عم بصور حلقات شيف مان بلبنان، إذا حابين تشوفوا أكثر ما تنسوا تعملوا سبسكرايب.